كده مظبوط. يعني يبقى ماشي. دلوقتي احنا في شارع عماد الدين وقدام مسرح الريحاني، زي ما انتم شايفين اليافطه موجوده فوق فيها كل دلوقتي المسرح نفسه مفتوح، اي حد بيجي يزق الباب ويخش طول الباب نفسه مفتوح. افتح عشان الناس اللي يجوا يحجزوا. زي ما انتم شايفين طبعا النظافه دي اهم حاجه، احنا بنبقى حريصين عليها. زي ما انتم شايفين برضو ده شباك التذاكر. طب يا جماعه بالدور استنى جايبه في الميعاد اصلا، 5 جايبين في الميعاد 10. عندنا ضغط جامد جدا دلوقتي، احنا عند المدخل بتاع المسرح، وزي ما احنا شايفين المدخل بتاع المسرح بالشكل العريق اللي انتم شايفينه، حرف الار ده بيرمز للريحاني او رومانس، انا مش عارف بالظبط، لكن هو حرف ار. اتفضل هاتيتو. انت كويس؟ اتفضل. كده المدخل بتاع المسرح. ايه يا ابني ده مدخل المسرح، دي البناوير زي ما احنا شايفين، عندنا كل حاجة منظمة طبعا، شباب كله ملتزم وكله فاهم هو بيعمل ايه. مغاوري بس. ايوه عشان عزيز اسكندرية، عشان خالتي بتتجوز النهارده. خالتك بتتجوز تاني؟ عايز احفظه مكانه عشان عايز اعتزل. هتحفظه هو؟ يعني زي ما انتم شايفين طبعا المسرح اتوضب توضيب جامد جدا، لو تلاحظوا كده الديكورات اللي موجوده، وهنلاقي كمان مجموعه من التماثيل، لو تلاحظوا التماثيل دي شايله السقف، كل تمثال فيهم شايل جزء من السقف. انا كنت متخيل يعني لو التماثيل دي ريحت شويه اكيد السقف هيقع على الناس. يعني الكراسي كمان يا جماعه توضبت اتفكت عملت من اول جديد. الكراسي يمكن الكراسي نفسها معموله على احدث حاجه، كلها مستورده ومتنظفه يا ابني. مش وقت مزيكا، انا ما طلبتش مزيكا خالص. يعني انت بتجرب دلوقتي؟ المسرح زي ما انتم شايفين كل حاجة مظبوطة. هنبص كده اهو هنلاقي الساعة 8:30، العرض بيبدأ بالظبط، ودي ساعة من 8:30 العرض بيبدأ. كواليس يا جماعة عشان منظمين وكل حاجة مظبوطة بالملي. اوعى شوية حاسب في المعادي على مسرح الريحاني شارع عماد الدين وسط البلد. تعالوا لنا وتنورونا.